بيقول when a rocket reaches صاروخ يوصل الارتفاع altitude of 40 meter اللي هو النقطة دي it begins to travel along the parabolic path بتدين ال y بتساوي y minus 40 square ده المسار بتاعه بيساوي 160x where the coordinates are measured in meters if the components will if the components of the velocity if the component of the velocity in the vertical direction is constant يعني ال v y دايما ب 180 متر على الثانية وبالتالي ال a y بصفر لأن يعني أكتر بسرعة determine the magnitudes of the rocket velocity عايز ال velocity وعايز ال acceleration زي ما شايفين عايز ال magnitudes يبقى عايز ال velocity وال acceleration when it reaches an altitude of 80 طيب احنا ممكن نشتق عشان نجيب السرعات فنقول 2 y ناقص 40 نزلنا الاس في اشتقاق ما بداخل القوس اشتقاق ال y يعني vy يساوي 160 يبقى vx طيب احنا عندنا ال vy بكام؟ 180 خلينا نقول نشتق نجيب العجلة وبعدين يبقى نعوض 2 اشتقاق نقول y ناقص 40 الأول في اشتقاق الثاني اللي هو ال a y زائد 2 v y في اشتقاق الأول اللي هو ال y اشتقاقها v y بيساوي 160 a x كده أقدر أعوض بقى هو بيقول at الارتفاع altitude بيساوي 80 متر إذا تعال بقى نعوض 2 احنا عايزين نجيب السرعة عارفين ال VY ب 180 يبقى 2 في 80 ناقص 40 في 180 لا في 80 بقى لا الصح ال VY 180 80 هي ال Y بيساوي 160 AX إذا ال AX بكام؟ متر على الثانية سكوير هنقول 2 في 40 في 180 تقسيم 160 فطلعت ان الـ AX 90 لا مش الـ AX ده الـ VX بقى احنا لسه كنا بالـ VX طيب لسه كنا بنعوض في السطر الأولاني ده اللي هو بتاع الـ V فـ VX طيب جبنا الـ VX وعندنا الـ VY بـ 180 إذا الـ V بكام؟ إذا ال V بتساوي كماجنتيود بيساوي الجذر التربيعي ل 90 تربيع وال VY ب 180 تربيع وبالتالي نربع ده زائد 180 تربيع جذر أنصر طلع الجواب 201 متر على الثانية ده السرعة طب بالنسبة للعجلة طبعا المعادلة دي خدناها منين؟ خدناها من هنا طب المعادلة بقى الـ A يلا كده نقول 2 الـ AY بصفر يبقى دي كلها راحت لأن الـ VY ثابتة بـ 180 يبقى بيقول 2 في 180 في 180 اللي هي دي 180 في 180 بيساوي 160 في AX إذا الـ AX بتساوي نقدر نحسبها 2 في 180 تربيع على 160 طلع الجواب 405 متر على الثانية سكوير طبعا الاي واي بصفر وبالتالي ده الجواب بتاع الماجنتيود بتاع الاكسلريشن